السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة ديال اليوم. هذه الحلقة هذه بنشارك مع بعض الأخوات اللي كيطرحوا عليا العديد من الأسئلة على وصفات لعلاج تكيسات المبيض وتنظيم الهرمونات. اليوم جبت لكم هذه الوصفة أو هذا المشروب القوي، يمكن لأي امرأة يمكن لها تجرب هذا اللي كتعاني من التكيسات ديال المبيض وما عندهاش يعني الدورة الشهرية ديالها ما منتظماش وعندها الهرمونات ما منتظماش، يمكن ليها تستعمل هذا المشروب هذا بهذا المكون هذا. ويمكن لكم تعملوا، دائما كنترك لكم الاختيار تعملوا بحث بسيط على المكونات اللي كنعطيكم في الوصفات باش عرفوها بان فعلا كتعطي النتائج ديالها وهي فعلا تتصلح المشكل اللي عندكم. هاد الوصفة هادي او هاد العشبة هادي تقي نهائيا، يعني نهائيا اللي عندها غادي تخلص اللي عندها تكيسات المبيض الا تبعات هاد المشروب هذا، غادي تنظم لها الهرمونات وتخلص ايضا تكيسات المبيض نهائيا. هاد المشروب هذا عندنا مكون واحد فيه وهو مكون اليازير، يعني اليازير او اكليل الجبل او الروزميري، اليازير او اكليل الجبل او الروزميري. هاد المكون هذا فهو جد فعال في يعني تنظيم الرحم، وكينظم ايضا حتى الهرمونات وكيخلص نهائيا النساء اللي عندهم مشكل ديال التكيسات في المبيض ديالهم اللي كيمنعهم من الانجاب. باذن الله اذا استعملتوا هذه الوصفه هذه باذن الله النساء اللي عندهم تاخر الحمل غادي يلاحظوا نتائج جميله. كنتمنى لهم الذريه الصالحه. هذا المشروب هذا بلا ما نطول عليكم الطريقه ديال الاستعمال ديالو، طريقه جد بسيطه. اللي بغات تصاوب كميه كبيره تشربها يعني خلال اليوم يمكن لكم تصايبوها، لان في اليوم غادي ناخذوا جوج كيسان من هذا المشروب هذا. طريقه جد بسيطه، غادي ناخذوا اليازير ديالنا او اكليل الجبل. اللي عندها اليازير خضر يمكن ليها تستعمله، فهو ايضا مفيد بزاف. ديما تنشجعكم انكم تستعملوا الاعشاب تكون طازجة ونستعملوها، يعني نستغلوا الفترات ديالها ديال فاش تكون عندنا في الموسم باش نستفدوا من جميع المكونات ديالها. طريقة تحضير هذا المشروب طريقة جد بسيطة. فاش نبغيو نستعملوا هذا المشروب احبائي الاعزاء، غادي ناخذوا معلقة صغيرة من بعد ما نكونوا نضفناها من الشوائب، معلقة صغيرة من اكليل الجبل كيف ما كتشاهدوا، معلقة صغيرة من اكليل الجبل غادي نوضعوها في كأس. واللي بغات تصايب كميه كبيره تشربها يعني جوج مرات في اليوم يمكن ليها. ناخذ ملعقه صغيره ونصبوا عليها الماء الساخن. كيف ما كتشاهدوا المشروب هذا ديال اكليل الجبل او ديال اليازير غادي نحتاجوا فيه يعني شيء باش نحليوا هذا المشروب هذا، يعني غادي نحتاجوا عسل النحل، لابد من تحليه هذا المشروب باش نقدروا اننا نشربوه. هذا المشروب هذا ديال اليازير او اكليل الجبل هو مشروب جد قوي ومشروب كيعطي النتائج ديالو. طريقه ديال الاستعمال غادي نصايبوه بحال هذا الشكل هذا ونديروا عليه الغطاء واحد 5 دقائق حتى يتلقى داك اليازير المكونات ديالو، ومن بعد كنقوموا بتصفيه هذا المشروب هذا وكنشربوه دافئ جوج المرات في اليوم، مره في الصباح ومرة في يعني في المساء قبل الفطور. ناخذ كأس قبل النوم، ناخذ منه كأس. امتى الوقت اللي غادي تاخذي منه هذا المشروب هذا؟ بعد ما تنزل منك الدورة الشهرية، نحسب واحد 20 يوم، يعني تدوز 20 يوم عاد يمكن لي نستعمل هذا المشروب هذا باش ينظف ليا يعني التكيسات اللي عندي في يعني التكيسات اللي كاينه في المبيض، وينظم ليا ايضا حتى الهرمونات. بعد ما تنزل من الدورة الشهرية غادي يعني تمشي للحمام وغادي تنتظري 20 يوم، يعني تحسبي 20 يوم عاد يمكن ليك تبداي هذا المشروب هذا، تاخديه مره قبل الفطور ومره قبل النوم حتى موعد الدوره الشهريه القادمه وتوقفي، وهكذا تستمري على هذا المشروب هذا حتى تنظفي مزيان وتنظم لك الهرمونات وتحسي بواحد الراحه كبيره، وان شاء الله يكون الفرج. وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذا المشروب هذا للتخلص نهائيا من تكيسات المبيض وتنظم
تنظموا الهرمونات ديالكم احبائي الاعزاء. هذا هو المشروب ديالنا، ننتظروا عليه حتى يطلق هذاك الجزيره، يطلق المكونات ديالو، ومن بعد نعملوا معلقه ديال العسل ونشربوه، نصفيه ونشربوه بالصحه والراحه جوج مرات في اليوم كما قلت. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، ما تبخلوش عليا ايضا بالدعوات ديالكم والانضمام الى اسره قناه جربحكم المتواضعه، وتشجعوني بلايك. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.